معنا عبر الهاتف رفيق السامعي الإعلام العسكري في مأرب، مرحبا بك معنا. ما مستجدات المواجهات في مأرب؟ حياكم الله. لليوم السابع على التوالي تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وقبائل مأرب الأبية معارك مشتعلة في مختلف جبهات القتال، سواء في جنوب وغرب المحافظة. هناك في جنوب غرب المحافظة في مديرية راحة وجد مراد تمكن أبطال الجيش الوطني من استعادة العديد من المواقع العسكرية والتباب الجبلية الحاكمة والتي تقع بعد جبال قريظة الاستراتيجي وجبال الأوشال المطلة على منطقة نجد المجمعة. في هذه المعركة أكد قائد جبهة صرواحة العميد الركن حسين الحليسي أن العشرات من عناصر تلك الميليشيا الانقلابية وقعت بين قتلى وأسرى فيما اغترم أبطال الجيش الوطني مدرعتين وخمسة أطقم قتالية كانت بحوزة تلك الميليشيا الانقلابية بعد أن منيت بهزائم ساحقة وكبيرة في منطقة الأوشال والتباب الجبلية التي القريبة من جبال نقم وقريضة الاستراتيجية. هذا فيما يتعلق في معركة جنوب غرب المحافظة. أما إذا أتينا إلى جبهات غرب المحافظة تحديدا في جبهة صرواع التي تحولت إلى حمم بركانية وهي تلتهم عناصر وقطعان تلك الميليشيا الانقلابية التي تزج بهم إلى محارق الموت والهلاك، هناك إحصائية أولية حتى هذه الأثناء تجاوزت 300 مقاتل من عناصر تلك الميليشيا الانقلابية الذين وقعوا قتلى في شعاب وجبال وتباب مديرية صرواع نتيجة المحاولة الفاشلة والبائسة منهم في إحراز أي تقدم ميداني يذكر. هذا تحديدا في مديرية صرواح. إذا ما أتينا إلى معارك المخدرة والمجاح وهيلن الذي يسطر فيه أبطال الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة بقيادة قائد المنطقة العسكرية الثالثة منصور ثوابة وبقية رجال القبائل المساعدة للجيش الوطني تمكنوا يوم أمس من اغتنام 3 مدرعات و5 أطقم قتالية كانت تحاول التقدم في جبهة الكسارة إلا أنها منيت في هزائم ساحقة نتيجة اليقظة الأمنية والحس العالي الذي يتميز ويتحلى به أبطال الجيش الوطني في الخطوط والمواقع الأمامية وهم يدودون عن أهداف الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد تلك الميليشيا الانقلابية التي أصبحت في هذه المعارك تلفظ أنفاسها الأخيرة. نعم، شكرا لك رفيق السامعي الإعلام العسكري في مأرب، كنت معنا عبر الهاتف.